دايما بنحاول نبدا معاكم صباح الخير يا مصر كده بحاجات ايجابيه، واحنا في الاوقات اللي فاتت كورونا بقى واخبار كتير، ودايما كان بقى في اخبار بتقلقنا وبنبقى قلقانين، بس دايما بيكون يعني زي ما بيقولوا كده في حاجات بسيطه في النص ممكن تبسطنا، حاجات يمكن صغيره جدا ممكن تخلي يومنا احلى والطف. يعني خلينا نعرف من حضراتكم كده طبعا من خلال بقى سؤال حلقتنا النهارده هو ايه ابسط حاجه ممكن تخلي يومكم احلى. بس اروح اسال عبد الصمد بقى نعرف منه ايه ابسط حاجه ممكن تخلي يومك احلى. انت قلتي في حاجات بسيطه بتخلينا نكون مبسوطين، اعتقد ما فيش احسن من بدايه اليوم اللي انت تشوفي الناس اللي بتبتسم على الصبح. الابتسامه يا جماعه يعني ما فيش افضل من الابتسامه، اللي انا ابدا اليوم كده الصبح باللي انا اشوف ناس وشوشها بشوشه وشوشها بتضحك، دي اكتر حاجه بتبسطني يا جمانه. ويمكن في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني تخيلي وانت بتبتسمي حتى كمان في وش اللي قدامك انت يعني بتعملي طاعه وبتعبدي ربنا من خلال ابتسامتك في وش اللي قصادي. طبعا في حاجات تانية كتير بقى طبعاً. جبر الخواطر، اللي انت تبداي يومك برياضه، بس انا شخصيا بحس بتفاؤل، بحس ان اليوم النهارده هيظبط معايا لما الاقي ناس كده بشوشه على الصبح. انت ايه اكتر حاجه بتبسطك وتخليك؟ بص انا موضوع الوش البشوشه الصبح ده الحقيقه بيفرق معايا جدا جدا، بس انا يعني في حاجات بقى تانية ممكن تخلي فعلا المود كده، ممكن تبقى احيانا كمان ببقى مثلا مش متضايقه بس مودي مش احسن حاجه، بس حاجات بسيطه كده فعلا بتفرق معايا جدا. انا بحب المزيكا جدا، وممكن لما اسمع اغنيه حلوه مثلا وانا في الطريق او حاجه بتبسطني جدا. ممكن اكله حلوه يعني لما اكون، لا ده على جنب دي ما فيهاش كلام، عارف لما اكون جعانه قوي انا من الناس اللي بتعرف بتتضايق لما بجوع بتعصب كده شويه. شفت ده يعني مش لازم تحرجني. شفتي ده. فلما باكل اكله حلوه عامه حاجه حلوه، دايما لما بشوف مواقف حلوه بين الناس كمان في الشارع حتى لو انا ماليش يد فيها او مش يعني ماليش اي علاقه بيها، بس لما بشوف مواقف حلوه بين الناس، حد بيساعد حد او اي حاجه، فعلا عارف تفكرنا دايما ان الدنيا لسه بخير، لسه في بركه. بالظبط انا بتفرق معايا قوي الحاجات دي، وهي حاجات بسيطه جدا. اه طبعا يعني جبر الخواطر ده مش حاجه بسيطه، جبر الخواطر ده حاجه صحيح. كبيره جدا وقيمه كبيره جدا حقيقه. انا تحديدا كمان الجزئيه اللي انت قلتي عليها دي يا جمانه بتفرق معايا كتير قوي، لما اشوف شاب بيساعد راجل كبير، مش مساعده ماليه، بيساعده في تعديه شارع شافه. يعني من اكتر الحاجات اللي يمكن فقدناها فعلا، كان زمان عندنا قيم وعادات وتقاليد اتربينا عليها، انا شايفها ابتدت اللي هي تندثر شويه. فكره لما كنا بنركب وسيله مواصلات المترو، كنت تلاقي راجل كبير واقف كان الشاب بيبقى موجود يقوم له عشان يقعده. لبنت او دي بتفرق جدا، مش لازم حد كبير، دايما كنا بنشوف دي يعني بالظبط ست او راجل كبير بتلاقي فيه الشباب عارفه اللي هو يقوم عشان يقعده. للاسف دي في بعض يعني وسائل المواصلات دلوقتي، لو انا ركبت مترو او حاجه بقالي كتير طبعا ما ركبتوش يعني للاسف، بلاقي ده مش موجود، بلاقي الشاب قاعد ولا كانه انا خدت مكاني خلاص. بس عارف اقول لك على حاجه برضه، يمكن انا شفت مواقف زي دي، بس في يمكن احيانا بتذكره بسيطه فعلا بيقوم وبيقعد الراجل الكبير او بيقعد البنت او بيقعد الست، يمكن بس احنا محتاجين نكرر وناكد على ده بالزبط. بس المهم ان بيبقى فيه استجابه. اه ممكن تكون بعض العادات او بعض السلوكيات اختلفت، او يعني حسب طبعا انه يمكن في السوشيال ميديا حاجات كتير المتغيرات جداً. مش هننكر انها مش موجوده، هي موجوده بس ما بقتش بالشكل اللي ظاهر قوي زي زمان. بالظبط فعلا الحاجات الجميله بتاعتنا بس هقول لك حاجه كنت لسه بفكر فيها والله من كام يوم. انا فعلا بقالي فتره لما ببقى واقفه مثلا في شارع زحمه او يعني شارع فيه عربيات كتير جدا جدا جدا، بشوف امناء الشرطه الحقيقه دايما بياخدوا على عاتقهم ان هم يعدوا اطفال ستات او حتى رجاله كبيره. انا شفت الموقف ده اكتر من مره، ويعني في خلال كمان ايام ورا بعض متعاقبه في اماكن مختلفه. فدي انا برضو زي ما بقول لك ببسط من الحاجات دي، بحس ان هي يعني لا في حاجات حلوه كتير. فاكره مع دخلت كورونا، بما انك بداتي الحلقه في ان كان في كورونا بتهيمن فنطلع بحاجه حلوه، مع بدايه كورونا لو تفتكري كان في موجه الطقس غير المستقره. في الموجه دي تحديدا شفنا الشباب لما كانوا بينزلوا بالعربيات ال 4x4 ويبتدوا اللي هم يزقوا او يقطروا العربيات اللي وقفت في المطره، دي حاجه من الحاجات الحلوه برضو اللي تخليك تحس ان لسه في خير، الدنيا كويسه. لسه في خير ولسه فينا خير الحقيقه، بس دايما زي ما بقول لك حتى لو حصل بعض التغيرات دايما بتذكره بسيطه بنرجع لاصلنا. صحيح. دي حقيقه، وبعدين زي ما بقول لكم كده فكره السؤال كمان عن ابسط حاجات ممكن تخلينا مبسوطين او تخلي يومنا احلى، في ناس بتعتقد انه لازم حاجه كبيره تحصل او لازم حدث كبير يحصل او لازم تجيلي هديه كبيره جدا عشان اتبسط.
خالص، هي فعلا فعلا يمكن التفاصيل البسيطة مش المادية بالظبط، التفاصيل البسيطة في كل حاجة، ودايما الهدف من كل حاجة أو المشاعر اللي ورا كل حاجة هي اللي بتفرق بشكل أكبر. فخلينا نعرف من حضراتكم كده، إيه أبسط حاجة ممكن تخلي يومكم أحلى؟ إيه أبسط حاجة بتفرق معاكم؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، وأكيد مستنيين إجابات حضراتكم اللي استعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة ونقول صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. خلونا نروح وناخد إجابة السادة المشاهدين على سؤال الحلقة، واللي بيقول إيه أبسط حاجة ممكن تخلي يومي أحلى. أول تعليق معانا من الأستاذة جيهان محمد، بتقول صباح الخير أحمد وجمانة ومنا وعليكم جميعا، مفيش أحسن من ابتسامة بشوشة من القلب وكلمة حلوة ونكتة لذيذة بتخليني أضحك من قلبي حتى وأنا مش قادرة أضحك. في كمان علاء هارون، ده صديق البرنامج الحقيقة، أستاذ علاء صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير على أحلى ألميين، صباح الخير ونشكر حضرتك طبعا. أحلى حاجة تخليني مبسوط هي دعوة أمي ليا كل صباح، ربنا يحفظها يا رب. وحاجة تاني أني أشوف الدكتورة جوبانا وأستاذ أحمد، ربنا يخليك. وكمان بيتبسط جدا لما يشوف برنامج صباح الخير يا مصر، ربنا يحفظكم انتوا كل شغالين في برنامج صباح الخير يا مصر. مشكورك يا استاذ علاء، وصباح الخير يعني ويخليك لينا دايما ويديم متابعتك لينا. ربنا يخلي لك طبعا والدتك يا رب. طيب معايا تعليق من التعليقات الحلوه بصراحه اللي عجبني، بيقول لك احمد مصطفى، بيقول لك صباح الخير عليكم، احلى حاجه تخلي يومي احلى اني ابدا يومي بصلاه الفجر، عارفه اللي هي البركه بقى اللي بتستمر بقيه اليوم. طبعا طبعا. طيب في طائعة الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، أنا بفرح على الصبح لما بفتح القناة الأولى، متعودين على كده كل يوم، وبتتبسط كمان أكتر في لما بتشوف بيكون في ماتشات كرة، كرة بتوحد الناس معروفة يعني. طيب خلينا نشوف منون طه، بتقول أبسط حاجة إني أقوم من النوم أشوف ابتسامة أمي ودعاها ليا ورضاها ليا، وأشوف أبويا وبكل ابتسامة علاء على وشوشهم، وهو ده بقول يعني بقول روح يا ابني. لا المفروض يعني هي بتقول بيقولوا لها يعني هما بيقولوا لها مش بقول اللي في بالك نقول لك اللي في بالك يعني ربنا يبارك لك فيهم طبعا ويديم وجودهم في البيت نعمه طبعا ويبارك فيهم يعني. اللهم امين طبعا. في كمان الكاتب اسامه محمد فهيم، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا فندم، ابسط حاجه اني اصحى من النوم اجد والدي الحاج محمد فهيم في صحه جيده، وكمان لما اروح شغلي كمدير مدرسه واجد المعلمين عندي وجوههم مبتسمه حتى بفطر وانا سعيد. تحياتي الاستاذ اسامه محمد فهيم، يعني صباح الخير على حضرتك طبعا. دي يمكن النقطه اللي كنا بنتكلم فيها انا وانت الصبح يا صمد، فكره البشاشه وابتسامه الوجوه على الصبح. صحيح. طيب خلينا نروح لاحمد السندوبي، بيقول ضحكه بنتي اروى احمد السندوبي لانها من الحالات الخاصه بالتخاطب، ورضا ربي بحسها في تقبل لبعض يعني لا ملخبط شويه، بس هو بيصبح على بنته وبيصبح علينا كمان، بحسها في تقبل من ربنا لبعض الطلبات بسبب وجود بنته. بس يعني في النوع ده تحديدا من الاطفال ذوي الهمم، انا بحس ان وجودهم في البيت فعلا بركه، يعني تحس ان ربنا موجود، دعاهم ومشاعرهم صدقه طالعه من القلب يعني، وده اللي احنا كنا بنشوفه وبنلمسه في كل المؤتمرات اللي بتتعمل الخاصه بقادرون باختلاف وغيرها، مشاعر صادقه 100%. عندنا تعليقات كتيره جدا يا جمانه الصراحه، بس هي معظم التعليقات يا عبد الصمد عن الابتسامه التفاؤل. وعن التفاؤل. طب يا جماعه ما الموضوع بسيط اهو، طب ما نبتسم في وش بعض يعني، موضوع سهل وبسيط ومش مكلف ومش محتاج اي حاجه، بالعكس يعني خلينا ناخدها كده عاده، نبتسم في وش بعض الصبح حتى لو كنا متضايقين، ظروفنا صعبه، خلينا نهونها كده على بعض. بس يعني اكيد هنتابع التعليقات دي على طوال الفتره لحد الساعه 10 الصبح، لسه مكملين معاكم فقراتنا، لكن قبل ده خلونا نفكر حضراتكم بسؤالنا النهارده في الحلقه الخاص بيه، ايه ابسط حاجه ممكن تخليني مبسوط اكتر؟ ونروح ناخد عرض كده لمجموعه من التعليقات اللي جات لنا. في أحمد فرج بيقول صباح الخير والسعادة عليكم وعلى مصر كلها، أبسط حاجة هي لما بصبح عليكم، وإحنا كمان بنصبح عليك يا أحمد بالتأكيد يعني. طيب في ميرو محمود بيقول أو بتقول يعني أبسط حاجة لما أبدأ يومي مع البرنامج، برنامج صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليك يا ميرو أو عليك، أنا مش قادرة يعني أعرف، بس صباح الخير عامة. طيب في سما بتقول صباح الخير عليكم، أسعد شيء إني أصحى الصبح على ضحكة ماما، ربنا يعني يديها الصحة وطولة العمر ودعواتها، وأروح المدرسة وأنا مبتسمة أقابل
مدرساتي واصحابي. طيب في كمان هدى علي بتقول ابسط حاجه اني اصبح عليكم وعلى كل حبايبي واصحابي واطمن عليهم. صباح الخير عليك يا هدى. طيب في دكتوره غاده كمان بتقول لنا في صباح ليله النصف من رجب، يعني كل سنه وحضرتك طيبه طبعا، اللهم ارنا عجائب قدرتك في تحقيق ما نتمنى، اللهم من نام على ضيق فايقظه على فرج، اللهم امطر على قلوبنا اخبار سعيده تدمع عيوننا فرحا حين سمعها. يعني ما فيش احسن من الدعاء ده طبعا. بنشكر حضرتك يا دكتوره. اللهم امين. في اشرف نصر الدين بيقول صباح الخير والسعاده عليكم. صباح الخير عليك. بيقول ابسط حاجه ببدا بيها يومي فنجان القهوة اللذيذ وسط أولادي وزوجتي، بيبقى يوم جميل. ربنا يخليكم لبعض. أحمد ما شاء الله ليه صاحب برضو، يعني عارفة دماغ كده يعني. القهوة الصبح دي موضوع مهم جدا على فكرة. أنا هقعد جنبه على فكرة. طيب في ماهر عطلة بيقول الصلاة وذكر الله، يعني أكيد طبعا ما فيش أحسن منها. طيب في بلال همام، ابسط حاجه اني يعني افتح التلفزيون واشوفكم. يعني والله يا جماعه شكرا ليكم انتوا، دي بقى الحاجات اللي بتبسطنا احنا، يعني شكرا ليكم والله كلكم. في معنا سيد زكي بيقول دعوة الأم وانت خارج، أكيد طبعا ما فيش أحسن من دعوة الأم، يعني روح يا ابني إلهي ربنا يستر لك طريقك، عارفة تحسي دعوة كده انت ماشية بثقة، يعني كل اللي انت عاوزاه بقى خلاص اللي يحصل يحصل طبعا. بقى خلال اليوم في جيهان محمد عبد العزيز الشريف بتقول صباح الخير أحمد وجمانة ومنا. صباح الخير يا جيهان. مفيش أحسن من ابتسامة بشوشة من القلب وكلمة حلوة ونكتة لذيذة تخليني أضحك من قلبي حتى وأنا مش قادرة أضحك. ليه؟ يا رب دايما تكوني قادرة تضحكي. طيب في بلال همام بيقول أبسط حاجة إني أفتح التلفزيون وأشوفكم، يعني زي ما قالت جمانة دي أكتر حاجة بتسعدنا طبعا، يعني اللي إحنا نكون ضيوف خفاف على قلوبكم كده على الصبح يا رب دايما يعني. طيب في كمان مانو طه بتقول أبسط حاجة إني أقوم من النوم وأشوف ابتسامة أمي ودعائها ليا. ربنا يخليكم لبعض. كل اللي تحس القاسم المشترك او العامل المشترك ما بين التعليقات اللي جايه لنا كلها هي الابتسامه، زي ما قلنا يعني نرجع برضو الاول للحلقه اللي احنا كلنا اجمعنا ان فكره الابتسامه الصدقه اللي انت بتبص فيها في وشوش الناس. تعليقات كتيره قوي يعني محتاجه بصراحه يعني ساعات وساعات علشان احنا نسردها ونقولها لحضراتكم، واكيد هنتابعها معاكم ونعرضها خلال الفقره ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يقدرنا.